والآن مع أحوال الطقس. وتستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة دينا شرف، إليك مرة أخرى دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة، والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، ونبدأها من القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31 24، مطروح 30 24، بورسعيد 32 25، الإسماعيلية 35 26، السويس 35 25، العريش 32 24، طابة 35 26، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 37 28، الأقصر 42 28، أسوان 42 29، الوادي الجديد 42 25، شلاتين 38 27، وأخيرا حلايب 34 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.